طب هل فكرتوا تنزلوا ابحاث من على النت عامله موديل او سيموليشن لدي سي موتور؟ يا شباب سامعيني يا شباب؟ سامعيني؟ معايا ولا مش معايا؟ شباب سامعيني؟ شباب كمان حضرتك يا دكتور. انا بتكلم في ان انا عايزكم تحاولوا علشان الوقت بس ما يسعكوش وتلاقوا نفسكم هي مادة وخلاص. بس عموما انا هحاول النهارده ارفع لكم بحث بيبر عامله موديلنج للدي سي، تحاولوا تعملوا زي نشوف تمام المحاضره بتاع النهارده. تمام ماشي. الو، ايوه معاك يا باشمهندس، هعمل شير بس تمام. للمحاضرات. هو طبعا الورق مترتب شابتر 1 وشابتر 2 وبعدين شابتر 4 وبعدين شابتر 3، بس عشان ايوه تاخدوا بالكم من شابتر النقطه دي. 1 و 2. تمام احنا المفروض شابتر 3 ده المفروض هو بيبدا يعمل ترانسفورميشن لروتيتنج ماشين. يعني هو كان الفكره كلها في بدايه الكورس انه بيحول كل الماشين اللي هي التو كويل ماشين اللي هي البريماتيف ماشين. فوجئ في الثري فيز لا الدنيا مختلفه، ان هو عنده ثلاثه فاز وعنده حاجه اسمها روتيتنج فيل، فبدا يعمل حاجه اسمها ترانسفورميشن اللي هو بيودي للدي كيو اكسيز. شابتر 3 ده هو مراجعه على حاجه انتوا عارفينها، بيدي مقدمه في الموضوع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا اصلا علشان نقدر نحول اي ماشين من 3 مثلا فيز روتيتنج فيلد ل 2 اكسس فيكسد لازم ان احنا يتوفر عندنا شرطين. ايه هما الشرطين دول؟ اول شرط ان الباور ترانسفورم موديل ايكوال تو اوريجينال، بمعنى اللي احنا كنا بندرسه في الكورس بتاع الفاندمنتال اوف الكتريكال ماشين اللي هي كلمه الباور انفاريانت، ان الباور ثابته يعني سواء من الموديل ده او من الموديل ده قيمه الباور ثابته. ثاني حاجه ان الترانسفورميشن ريشيو الخاصه من الكرنت او ترانسفورميشن للكرنت والفولتج زي بعض، يعني لما تيجي تحول الفولتج او الكرنتس في التو مودلز بيبقى نفس الترانسفورميشن. فبيبدا يتكلم في الموضوع ده بيقول لك لو احنا عندنا الاوريجينال ماتريكس الخاصه بكل موديل الفي والاي هم دول الاوريجينال، طب انا عايز الترانسفورم، فانا بفترض ان في ماتريكس اسمها سي، الانفرس بتاع السي ده لما يتضرب في الفي او في الاي يدينا الموديل اللي انا عايز اوصل له. ماشي؟ وبالتالي يبقى الفي الاوريجينال بتساوي السي مضروبه في الفي داش اللي هو التارجت بتاعي، والاي بتساوي الماتريكس سي في الاي داش، وبالتالي السي دي احنا بنسميها ترانسفورميشن ماتريكس. الاساس بتاعنا في التحويل ان الباور بتبقى ثابته، فعشان كده رحنا لمعادله الباور، الباور بتساوي الاي ترانسبوز في الفي، وبالتالي الاي ترانسبوز هيساوي السي ترانسبوز في الاي داش ترانسبوز. اشيل الاي والفي الاوريجينال واحطهم بداله الترانسفورمد، فبيبدا يبان السي والسي ترانسبوز اللي هم بيمثلوا لي ايه الترانسفورميشن ماتريكس. لو جينا نشيل الاي والفي هنبقى سي في الاي داش وسي في الفي داش، ناخد السي ترانسبوز والسي مضروبه في الاي داش ترانسبوز والفي داش، الاي داش والفي داش هي دي الباور داش الباور بتاع الترانسفورمد ماتريكس او التارجت بتاعي، يبقى البي بتساوي سي ترانسبوز في سي بتساوي البي داش. عشان احقق الكونديشن اللي انا اتكلمت عليه انا قلت تو كونديشن، الكونديشن الاولاني ان الترانسفورميشن بتاع الفي والاي واحد وده موجود، ان الترانسفورميشن بين الاي والاي داش والفي والفي داش هي السي وده الشرط من ضمن الشروط. الشرط الثاني ان الباور تبقى ثابته، يبقى لازم البي تساوي البي داش، يبقى عشان البي تساوي البي داش يبقى لازم السي ترانسبوز في السي تساوي اليونيتي، وبالتالي يبقى اذا عشان نقدر نحقق عمليه الترانسفورميشن
يبقى لازم السي ترانسبوز تساوي السي انفيرس الخاصه بينا. ده الكونديشن الاساسي اللي احنا بنحقق من خلال ان احنا هنحاول كمان شويه نوجد الماتريكس اللي تعمل لنا عمليه التحويل. اول حاجه في التحويل بتقابلنا ان انا بيبقى عندي 3 فيز كويلز اللي هي الماشين عاديه عايز احولها ل 2 فيز. طيب علشان اقول ان ال 3 فيز دي ايكويفالنت لها 2 فيز انا التارجت بتاعي جوه الماشين هو الفلكس، لازم كميه الفلكس اللي هتنتج داخل الارجاء من ال 3 فيز هي قدها من ال 2 فيز. طب كميه الفلكس بعبر عنها ايه؟ بعبر عنها فاكتور اسمه الام ام اف. الام ام اف ده اللي هو الماجنتيك موتيف فورس اللي هو بيساوي حاصل ضرب الان في التيار اللي هو التيرنز في الكارت. طبعا انا عندي هنا 3 فيز فيبقى الام ام اف بتاع الفازا اي ان اي في الاي اي، بتاع الفازا بي ان بي في الاي بي، بتاع الفازا سي ان سي في الاي سي، والتارجت بتاع الماشين اللي هي 2 فيز اللي انا سميتهم الفا وبيتا، فهيبقى ام ام الام ام اف الناتج من الفاز الفا ان 2 في اي الفا وده ان 2 في اي اي. طبعا هنا انا سميت دي ان 3 وان 3 وان 3 يعني دي التيرنز الخاصه بالثري فيز ماشين، وان 2 التيرنز الخاصه بالتو فيز ماشين. وبدات اجي اقول بما ان المفروض الام اف ام ام اف الناتجه عن التو فيز هي اللي ناتجه عن الثري فيز، فانا هعمل عند الاكس الفا هجيب قيم الام ام اف، فبالتالي الاحظ عند الاكس الفا الان الام ام اف الناتجه هي ان الفا او ان 2 في اي الفا. لكن في الثري فيز هعمل هنا اناليسز للثري اي كارنت. فلو افترضنا ان خدت انا الاكس ده ورحت منزله تحت بينطبق على الالفا اللي هو الفاز اي، فلاحظ ان الفاز بي والفاز سي متشفتين وبينهم 120، فيبقى كل واحد متشفت على زاويه 120 من الالفا اكسس او 60 من سالب الالفا. فبدات اعمل ان هلاحظ ان ان 2 في الاي الفا هيساوي ان 3 في الاي اي، المفروض هنا ان 3 في الاي بيتا كوزاين 120 زائد ان 3 في الاي سي كوزاين 240 ماشي. وهروح للاكسس بيتا واعمل نفس الكلام، بدل الكوزاين هتبقى ساين، فهيطلع عندي معادلتين ان 2 في الاي الفا وان 2 في الاي بيتا. طب كده يبقى انا اقدر احول الاي الفا والاي بيتا بدلاله الاي اي والاي بي والاي سي، لكن انا اصلا الماتريكس هنا 3، فانا عشان كده بضيف الايه الكومبوننت الاخير ده اللي هو ان 2 في اي نوت بيساوي كي في ان 3 بدلاله. طبعا انا هنا ده كل ده مجهول بالنسبه لي، انا كل اللي عملته هنا انا عملته عشان الماتريكس تبقى سكوير ماتريكس تبقى 3 في 3، ورحت جايب الاي الفا والاي بيتا والاي نوت بدلاله ان 3 على ان 2 في الماتريكس اللي قدامنا اللي الكي فيها مجهول، واي الفا واي بيتا واي سي. طيب اللي انا عارفه ان الاي داش المفروض بتساوي بيتا داش في الاي بدور عليه، انا بقى عايز اجيب البيتا ماتريكس دي اللي هي المفروض فيها مجهول ان 3 على ان 2 وكي الفاكتور اللي اسمه كي اللي انا فرضته ده. فهبدا اقول ان اصلا عشان الترانسفورميشن دي تكون عمليه ناجحه لازم البي ترانسبوز او الترانسفورميشن ماتريكس الترانسبوز يساوي الانفيرس بتاع الكلام ده. فلو خدت الترانسبوز للجهتين فهيبقى الماتريكس نفسها تساوي الترانسبوز الخاص بالانفيرس. فبالتالي جبت الماتريكس دي كلها اللي هي ان 3 على ان 2 وسميتها بي كابيتال، وخدت ان 3 على 2 سميته بي، وجبت الانفيرس طبعا الكلام ده بيساوي الانفيرس، جيت هنا عدلتها. المفروض عشان اجيب البي والكي ده البي سمول والكي هبدا اطبق الشروط بتاعتي اللي هي ان البي انفيرس في البي بيساوي واحد، وبدات اضرب واطلع الكلام ده هيطلع عندي المفروض ثلاث صفوف يساوي، يعني المفروض يطلع عندي ثلاث معادلات هنا، معادله ناتجه ان حاصل ضرب ان البي 2 في الماتريكس دي المفروض يساوي الكلام ده اللي هو اليونيتي. بدات اشوف الكلام ده، الاحظ طبعا ان مفيش عنصر اما تيجي تضرب البي مفيش الا 3 على 2 هنا باب واحد، وفي العنصر الثاني بي على 3 على 2 اللي هي المعادله نفس المعادله الاولانيه، وبي سكوير في 3 كي سكوير هيساوي الواحد. اطلع من المعادلتين دول بقيمه البي والكي يطلع دي الماتريكس اللي قدامنا اللي احنا بنسميها الترانسفورميشن ماتريكس. بس لازم اوضح في ذهني الترانسفورميشن ماتريكس دي حولت لي من 3 فيز روتيتنج ل 2 فيز روتيتنج بالشكل اللي قدامنا ده. طيب نفس الكلام طبعا انا كنت هنا فاقد ان السيتا بصفر،
ليه؟ لان انا كنت خدت الفازه ايه لو تفتكروا، واحنا عملنا انطباق على الالفا اكسس. طب لو رجعت الثيتا بقى الماتريكس هتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. ودي فينا من الكورس اللي فات ان ده التحويل من السي للالفا والبيتا للزيرو. انا برضو الماتريكس اللي طلعت عندي او التو كويلز اللي طلعوا عندي روتيتنج، لا انا عايزهم ستيشنري. فايه اللي هيحصل؟ هبدا اعمل ترانسفورميشن لحاجه اسمها نيو ريفرنس فريم بتاعي. ابدا احط مجموعه من الايه من الكونديشن او وصف المعادله ان الستيت وايندنج الالفا والبيتا فيكسد والجاما والدلتا دول روتيت ويز سبيد. ويبدا ايه نبدا نعمل، نفترض ان في اكس اسمه جاما واكس اسمه دلتا، ونبدا نحاول ايه ونبدا نحاول نجيب برضو الجاما ده نجيب انطباقه على اكس اسمه دي اكسز واكس تاني اسمه الكيو اكسز اللي هو الدي كيو اكسز، ونطلع بماتريكس برضو جديده. يبقى اذا ممكن احول الاستيشنري، احول الروتيتنج الاستيشنري عن طريق الماتريكس دي. يبقى المفترض في الحاله دي الماشين بالنسبه لي هتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، انت حولت الالفا والبيتا، تسميت الالفا والبيتا دول الستيتو والجاما والدلتا دول الروتو، وانت هتعمل الترانسفورميشن بتاعك لحاجه اسمها دي كيو اكسس. الدي كيو اكسس دي دول المفروض الاكسس اللي هتبقى ستيشنري، اللي المفروض انت هتتعامل بعد كده معاها كل مشاكل. طيب لو جينا كده هنلاحظ ان الالفا اكسس ده بيمثل الستيتور والجاما اكسس ده بيمثل الروتور. ففي زاويه بين الستيتور والروتور قيمتها سيتا. هي مش بين الستيتور والروتور، هي بين مجال الستيتور ومجال الروتور، او ما بين ملفات الستيتور وملفات الروتور، الاكسس الخاص بالملفات يعني. طيب لو جينا نشوف الدي اللي انا عايزها عامله زاويه قد ايه مع الاكسس الخاص بالستيتور، هي اسمها سي اس. الجاما عامله زاويه قد ايه مع دي اكسس؟ عامله سيتا ار. يعني انت عايز تقول ان انت عندك ثلاث زوايا موجودين، الزاويه الاصليه اللي موجوده ما بين محور الستيتور ومحور الروتور، الزاويه الموجوده ما بين الدي اكسس ومحور الستيتور، الزاويه الموجوده ما بين الدي اكسس ومحور الروتور. السؤال بقى، في ثلاث احتمالات للدي اكسس ده. الاحتمال الاولاني يبقى بالشكل اللي قدامنا ده، وده احنا بنسميه كونس ريفرنس فريم، ماشي، انه بيدور في اي وضع. في احتمال تاني ان دي ينطبق على الالفا اكسس بالتالي السيتا اس تصفر. في احتمال تاني ان دي ينطبق على الجاما اكسس وبالتالي يبقى سيتا ار صفر. عشان كده في ثلاثه ريفرنس فريم ممكن ساعتك تشتغل عليه. اول حاجه ان تاخد الفا بيتا ريفرنس فريم، يعني الدي كيو ينطبق على الالفا والبيتا، وده ستيتور يطلق عليه الستيتور ريفرنس فريم. وده انك بتحط زاويه السيتا اس بتساوي صفر، معناها ان الدي كيو ينطبق على الستيتور اكسس. وفي الحاله دي بيبقى السيتا دوت اللي هي روتور سبيد بتساوي سالب سيتا دوت ار. طيب الجاما دلتا ريفرنس فريم اللي هو احنا بنسميها الروتور ريفرنس فريم، انك في الحاله دي هتقول ان الدي كيو ينطبق على الروتور اكسس، او الروتور اكسس ينطبق على الدي كيو. كل حاجه من دول لها استخداماتها. الريفرنس الثالث هو ريفرنس سينكرونس ريفرنس فريم، وده الاعم في الاستخدام، انك بتقول لا الدي كيو ده ملوش علاقه لا بالاكسس بتاع الروتور ولا للاكسس بتاع الستيتور. وفي الحاله دي انت بتختاره بشكل عشوائي، فبالتالي بتبان حاجه اسمها سيتا اللي هي الزاويه اللي بين الستيتور وبين الاكسس وبين الروتور، اللي هي بين زاويه الستيتور بتبان، سوري السيتا ار وبين السيتا اس بيبقى لهم وجود، ماشي. لو احنا اشتغلنا، لو عندنا في الفا بتساوي كوزاين اوميجا تي وفي بيتا بتساوي كوزاين اوميجا تي، وعايزين نعمل لهم انطباق على الدي كيو، بيبقى بالماتريكس اللي قدامنا دي. علشان كده احنا الالفا والبيتا بيدور بسرعه اوميجا، اما الدي وكيو بيضافنا عليهم السنكرونس فريم سبيد.
هنا بقى ده اختصار الصفحة دي بقى بتوضح اختصار الموضوع، ان انا عندي الفا وبيتا اقدر اجيبهم من A وال B وال C بدلالة ال B ماتريكس، والدي كيو اقدر اجيبه بدلالة الالفا وبيتا بدلالة ال C ماتريكس، وبالتالي يبقى انا اقدر اجيب الدي كيو من ال A وال B وال C بدلالة ال C وال B ماتريكس. ماشي؟ يبقى احنا باختصار شديد الشابتر ده هو مراجعة على الجزء الخاص بالفندمنت الكتريكال فندمنت الماشين، فعشان كده المفروض هو نفس الشابتر ده بروح بقى استخدمه في ايجاد الموديلنج الخاص بالاندكشن. ازاي؟ انا مش هتكلم على شابتر 4 النهارده، بس انا هدي المقدمه بس، فكره اللي انا درسته هناك ان انا قدرت اي ماشين فيها 3 فيز وايندنج احولهم لايه؟ لدي كيو اكسس او دي كيو وايندنج. هي الفكره كلها ان انا عندي الماشين 3 فيز في الستيت و3 فيز في الروتر، احولهم لملفات في الستيت وملفات في الروتر عن طريق الدي كيو. تمام؟ وابدا اخد بقى المعادلات دي وابدا اكتب الفولتج ايكويشن والتورك ايكويشن واحولها لبلوك دايجرام، وبعد ما احولها لبلوك دايجرام هبدا اعمل منها الموديل زي اللي عملته في الدي سي. يعني الدي سي كانت ميزته ان ملفاته جاهزه، هما تو كويل وايندنج وشغالين زي الفل، واحد على الدايركت واحد على الكوادريتشر، وبالتالي باخدهم على طول بحولهم بكتب معادله الفولتج ايكويشن والتورك ايكويشن واحولهم للاس دوين واعمل لهم البلوكات بتاعتهم. مشكله الاندكشن لا، الاندكشن مشكلته 3 فيز في الستيتو و3 فيز في الروتو، فانا بعمل لهم تحويل لدي وكيو او الفا وبيتا وجاما ودلتا زي ما هو قدامنا، يعني بحولهم لتو وايندنج زي الفكره اللي اشرح عليها، وابدا اعمل التوك ايكويشن والفولتج ايكويشن واحولهم للاس دوين واعمل البلوكس بتاعتهم، وبالتالي ابدا اعمل الموديل. انا هاجل موضوع الموديل ده للمحاضره الجايه، لان انا المفروض بالشكل ده في نهايه يعني الشابتر ده، يعني لو جيتوا تبصوا شابتر 4 ده في نهايته هتلاقيني هوصل في الاخر لماتريكس 4 في 4 زي الماتريكس بتاع الدي سي بالظبط. المفروض الماتريكس دي هطلع منها اربع معادلات للفولتج وهضيف لهم معادله التورك، هيبقى عندي خمس معادلات. الخمس معادلات دول هعمل فيهم يعني عمليات حسابيه كده بشكل معين بحيث اوصل في الاخر للموديل اللي ابنيه الخاص بالايه بالاندكشن. بس رجاء يعني يا ريت تحاولوا تشتغلوا على الماتلاب وتحاولوا تخلصوا الجزء اللي فات ده علشان بس نبدا نكمل في الجزء الجديد. حد عنده سؤال يا شباب؟ شباب واضح ان مفيش حد عنده سؤال. دكتور لو سمحت اتفضل. طب كويس الصوت واضح. بالنسبه للسيميوليشن بتاع الماتلاب السورس اللي عندي باخدها ستيب صح؟ ماشي. لا هو بصي احنا في الاول هنحط السورس بتاعنا جهد ثابت مفيش مشكله. التغيير بقى اللي احنا بنعوزه بعد كده يعني انا بالنسبه للمرحله بتاعتي انا عايز احط جهد ثابت فقط. ماشي؟ وتشوفي لي شكل الشكل الكرنت شكل السبيد. طبعا هيحصل ستارتنج اب وبعدين تستقر على قيمه سواء كان تورك او كرنت او سبيد او اي حاجه. المفروض بقى فيما بعد بقى، بس انا مش يعني مش هحاول اتطرق للجزء ده في شغلنا احنا، في شغلك انت بقى في رساله الماجستير بتاعتك انت بقى هتحاولي تشوفي هل انت بتعملي كنترول على الفولتج، هل انت بتغيري الفولتج، هل انت بتعمليه بستيب فانكشن، هل هتعمليه رام، هل هتعمل فيدباك باور الكترونيك سيركت مثلا. ده كل ده بقى حسب شغلك انت. انا اللي يهمني دلوقتي ان انا اعمل موديل اتاكد ان انا ما احط الفولتج مثلا سي برقم انا عارف ان التورك هيطلع برقم يحصل اوسيليشن وبعدين يستقر عند هذا الرقم، خلاص يبقى انا كده المشين بتاعتي شغاله تمام. واضحه الامور؟ تمام. انا باذن الله موجود في الكليه يوم الاحد الجاي لو حد عايز مني حاجه، وهبقى موجود الخميس اللي بعديه، فده غير الاثنين يعني. فاللي عايز لو في حد محتاج اي حاجه او عايز يقابلني يعرفني بس قبلها بيوم ونرتب مع بعض. ماشي؟ تمام ماشي نشوفكم على خير باذن الله.
السلام عليكم.